السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين قناة بلا حدود. موضوع النهاردة إن شاء الله عن فكرة جديدة ومفيدة لكل الناس. أنت دلوقتي عندك شاشة ومحتاج تصلحها، والشاشة دي محتاجة تغير الليدات، وأنت معكش فلوس زي ما أنا قلت في أول الفيديو. إحنا هنصلحها في الفيديو ده بشكل مؤقت. بشكل مؤقت إزاي؟ هنشغل الشاشة تشتغل معاك، ممكن تشتغل معاك شهر، ممكن تشتغل معاك لحد 6 شهور، لحد ما ربنا يفرجها وإن شاء الله والأيام اللي إحنا فيها دي تمر إن شاء الله على خير، ولما ربنا يفرج عليك تصلحها وتغير الليدات. الطريقة دي ابسط مما تتخيل، مش محتاج ان انت تفك الشاشة خالص. انت كل اللي هتعمله هتفك الظهر بتاع الشاشة بس، وهتتبع معايا الشرح خطوة بخطوة بإذن الله. هعرفك ازاي تشغل الشاشة تاني بكل سهولة. وياريت لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تبخلوش عليا ان انتوا تضغطوا لايك على الفيديو، تشتركوا في القناة، ادعموني في القناة زي ما انا بقدم لكم معلومة مفيدة، ما تبخلوش عليا بدعم القناة. تابعوا معايا الشرح وبإذن الله كلنا نستفيد. هنوصل دلوقتي الشاشة مع بعض عشان نجربها، طبعا قبل ما نعمل اي حاجة ونوضح فيها العطل اللي فيها. زي ما حضراتكم شايفين كده اللمبة الحمراء منورة. هنفتح باور الشاشة، الشاشة دي طبعا من نوع تورنيدو 32 بوصة، الشعار بتاعها ظهر على الشاشة واللوجو تورنيدو. طبعا الشاشة دي شغالة صوت بس مش شغالة صورة، شغالة صوت وصورة اسف. الصورة بتاعتها الاضاءة هي اللي مش شغالة، الليدات اللي مش شغالة، شغالة صوت. انا مش بجرب صوت طبعا، انا كده كده عارف ان هي شغالة صوت، فانا بوريكو بس المشكلة فين. انا طفيتها وبشغلها تاني عشان اوضح العطلة اكتر، عشان الكاميرا برضو مش موضحة اوي. تمام، تورنيدو 32 بوصة. هنفصل بقى الكهرباء ونفتح الشاشة مع بعض بإذن الله. أنا طبعا جايب طريقة الفتح هنا عشان الناس المبتدئين اللي ما عندهاش خلفية عن فتح الشاشة، وطبعا كل شاشة بيبقى لها طريقة في الفتح بتاعها، بس احنا هنا هنفتح الظهر بس، والطريقة سهلة يعني مش محتاجة خبرة جامدة، اما كان مسمار هنفكهم وخلاص. تمام، ايا كان نوع الشاشة بتبقى الظهر بتاعها من ورا كان مسمار بيتفك وخلاص. هنفتح المسامير دي مع بعض كده، ولا الطريقة دي عموما بتنفع مع جميع انواع الشاشات ال اي دي، يعني كل ما هو شاشة ال اي دي هينفع، لكن ال سي دي لا وبلازما لا، هينفع مع ال اي دي. الطريقة بسيطة جدا، اي حاجة بسيطة نعملها مع بعض هتشوفوها دلوقتي حضراتكم، هتشتغل معانا الشاشة ان شاء الله. الطريقة دي انا بعملها مع كل الناس اللي كانت بتجيلي ومعهاش فلوس تصلح الشاشة، فبشغلها بشكل مؤقت. يعني بنشغلها بشكل مؤقت، ممكن تشتغل معاك شهر، ممكن تشتغل معاك 6 شهور. يعني في ناس عملتها لها اشتغلت معايا الشهر وبعدين جات لي عشان اغير لها الليدات. الاول زي ما حضراتكم شايفين ده الموديل بتاع الشاشه اللي انا بجرب عليها. تمام، المهم ممكن تشتغل معاك شهر، ممكن ما تشتغل معاك لحد 6 شهور. زي ما حضراتكم شايفين ده سلك الليدات اللي انا مسكته في ايدي، بتابع كده المسار بتاعه عشان اشيله من البورد. لازم اشيل الفيشه بتاعت سلك الليدات من البورده. تمام، ليه لازم اشيلها؟ عشان اللي انا هعمله لو عملته وانا مركب الفيشه في مكانها هيحرق البورده، فانت لازم تخلعها مبدئيا. كل شاشه بيبقى طالع فيها سلك زياده. تمام، ممكن تلاقي السلك دوت زوجي فردي، المهم ان السلك ده هو ده بتاع الليدات اللي طالع من قلب الشاشه. وهنجيب التستر ده اللي احنا عملناه قبل كده في فيديو سابق، هتلاقوا الحلقة بتاعته موجودة على القناة، ورابط الفيديو هتلاقوه في وصف الفيديو. هتدخلوا على القناة بتاعتي هتلاقوا الفيديوهات بتاعتي موجودة اهي، وفي وسطهم الفيديو بتاعي اللي انا عامله قبل كده اللي هو جهاز فحص الليدات للمبتدئين. هو ده هتعمله زيه، هو ده اللي هينفعكم في التجربة اللي احنا هنعملها دي ان شاء الله. وهتلاقوا شروحات تانية للمبتدئين برضو، اصلاح شاشات وتغيير الليدات، اصلاح كاسة سيارات، زي ما انتوا عايزين بقى اللي تحبوه تتفرجوا عليه اتفرجوا عليه. وما تنسوش طبعا تشتركوا في القناة. تمام، اللمبة اللي في التستر ده زي ما حضراتكم شايفين دي 40 واط. انا كنت نصحت الناس انها تستخدم 15 واط، والاحسن طبعا 15 واط، بس انا ملقتش عشان القديمة اتكسرت، فانا بجرب واحدة 40 واط
ودي لمبة عادية عشان تبقوا عارفين، مش لمبة موفرة، لمبة عادية ال 220 واط العادية، البولة اسمها لمبة بولة 220 واط. مش لازم تعملوا طبعا تستر بنفس الشكل بتاعي، انا عامله كده عشان انا بشتغل بيه، انت ممكن تعملوه بالطريقة اللي انا عملتها في الفيديو السابق، اتفرجوا عليه وشوفوه. تمام، هو عموما ده مكلفني حوالي 20 جنيه. انت لو عملت الطريقة اللي في الفيديو السابق هي هو برضو مش هيكلفك 5 جنيه. المهم لو هتجرب دلوقتي بالتستر، لو اللي اديت نورت عند السهم الاحمر كده زي ما حضراتكم، زي ما ظهر قدام حضراتكم، لو اللي اديت نورت وانت بتجرب بالتستر، لو اللي اديت نورت هي بتنور، يبقى الطريقة دي ناجحة على الشاشة دي. لو منورتش خالص يبقى اللي اديت لازم تتغير خلاص، مفيهاش ملهاش حل. بس الطريقة اللي انا بجربها لكم دي، انا كده بنعش الليدات، بيبقى في ليد ضعيف او ليد مثلا محروق، فالليدات دي بتبقى واصلة على التوالي مع بعض، فالليد المحروق ده بيفصل بقية الليدات. انا كده جربت، طالما نورت خلاص انا كده الفكرة نجحت، هركب الفيشتين في مكانها. تمام، المهم نرجع لموضوعنا، بيبقى في ليد محروق او ليد ضعيف. الليد ده عشان الليدات واصلة على التوالي مع بعض، لو واحد فصل بيفصل المجموعة كلها. فانا هنا بنعيشه بالتستر ده، بديله شحنه كهربائيه عاليه شويه طبعا، وهي مش هتحرقه عشان ده تستر، بديله شحنه كهربائيه عاليه شويه بنعيشه، فبيشتغل بيوصل الكهرباء للليدات اللي بعده، فكله بيشتغل تاني. تمام، سواء بقى كان ضعيف او كان الليد ده محروق، المهم الفكره دي ناجحه مع 90% من الشاشات اللي انا جالي بيها ناس ومكنش معايا فلوس تصلحها، فعملت لهم نفس الطريقه دي. وياريت كل اصحاب مراكز الصيانه، مش لازم يكسبوا من كل الناس، ويحاولوا يساعدوا الناس اللي هي معهاش فلوس تصلح، بالذات في الفتره الحاليه اللي احنا فيها دي. ربنا يحفظ الجميع ان شاء الله. انا دلوقتي وصلت الشاشه وهنجربها مع بعض، هنفتح الباور ونشوف النتيجه ايه ظروفها معانا. بسم الله، اشتغلت اهي. تمام، تورنيدو، والصورة نقية ما فيهاش أي مشاكل زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الشاشة شغالة، هتشتغل معاك بشكل طبيعي، بشكل هتشتغل معاك بشكل معقد برضه عشان نبقى واضح معاكم في الكلام، ان كده كده الشاشة دي لازم نغير لها للدات، بس احنا بنشغلها بشكل مؤقت لحد ما يبقى معانا فلوس نصلحها. الشاشة الصورة بتاعتها واضحة طبعا ان في نغمشة، بس دي من الكاميرا مش من الشاشة، يعني الشاشة في الطبيعي شغالة عادي مفيهاش مشاكل، الكاميرا عندي اللي عاملة نغمشة في الصورة عشان عاكس الإضاءة بس. زي ما حضراتكم شايفين الفكرة نجحت، انا اطفي الشاشة فطفيتها تاني وافتحها باور تاني عشان نتأكد ان هي اشتغلت تمام قبل ما نقفلها. اشتغلت برضو تاني الحمد لله. اظن كده الطريقة واضحة قدام حضراتكم، هي حاجة بسيطة جدا، انت تعمل التستر اللي في الفيديو اللي انا هحط الرابط بتاعه في وصف الفيديو ده، هتعمل التستر وهتدخل تفتح الشاشة توصل على الليدات، بس تشيلها من البوردة الاول وتدي شحنة على الليدات بتنعيشها شوية، هتقوم جاي شغالة معاك تمام ان شاء الله. وياريت لو عجبكم الشرح بتاعي واستفدتم من الفيديو ده، اضغطوا لايك على الفيديو واعملوا مشاركة للفيديو مع الناس اللي ممكن تستفاد منه، اشتركوا في القناة مش هتخسروا اي حاجة، انا قناتي بتقدم شروحات مفيدة للناس المبتدئين، وفي جروب متخصص برضو للناس اللي محتاجة تسأل اي اسئلة، وفي صفحتي على الفيسبوك، اي حاجة عايزينها مني اتفضلوا اسألوها في تعليق في اي حاجة، انا تحت امر الجميع، وان شاء الله ان شاء الله اقدر افيدكم دايما بكل الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.